لمزيد من المتابعة والتفاصيل ينضم إلينا من أم درمان عثمان الجندي مراسل القاهرة الإخبارية. عثمان أهلا بك ومرحبا، تفاصيل أوفى حول آخر الأوضاع الميدانية لديك. شيماء، الأوضاع الميدانية ما زال القصف المدفعي مستمر وبكثافة في جميع أنحاء العاصمة، خاصة منطقة الاشتباكات المتبادلة بالقصف الجوي ما بين الجيش وقوات الدعم السريع المحلولة. قوات الدعم السريع تقصف مباني القيادة العامة، أصبح بصورة شبه يومية مماسة كثير على هذه المباني، واشتعلت فيها النيران وتصاعد عمود الدخان. كذلك الجيش يقصف بكثافة من قاعدة وادي سيدنا العسكرية بأم درمان، من مواقع أخرى يقصف تمركزات وتحركات لقوات الدعم السريع بأحياء أم درمان القديمة بمزارع الحلفاية ومزارع الشنباب بمدينة خرطوم بحري، وكذلك يقصف بالمسيرات منطقة أم بدة، وكذلك يقصف منطقة جنوب غرب أم درمان مربعات الفتحاب، وأيضا يقصف الجيش من عدة مواقع مناطق شرق الخرطوم وجنوب الخرطوم ومناطق شرق النيل. هذا هو الوضع في العاصمة الخرطوم اليوم، قصف مدفع متبادل ما بين الجيش وما بين الدعم السريع. قوات الجيش تقوم بعمليات تمشيط كبيرة جدا في سوق أم درمان التاريخي، وكذلك تقوم بعمليات تمشيط كبيرة جدا في منطقة أم بدة غرب أم درمان ومنطقة المهندسين التي تقع بالقرب من المنطقة العسكرية أم درمان، أي بالقرب من سلاح المهندسين. وكذلك قوات الجيش تقوم بعمليات تمشيط كبيرة جدا في شمال مدينة الخرطوم بحري. هنالك معلومات عن انحسار كبير لقوات الدعم السريع في الأحياء السكنية، عزى بعض المواطنين أن هذه القوات بدأت تخرج في اتجاه الغرب إلى مدينة أم درمان، أي تخصيص مناطق في ولايات دارفور حسب ما هو متداول وحسب ما شاهدته في مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المجموعات الإسفلية. أيضا فعلا هنالك شاحنات نصف نقل بدأت تخرج من العاصمة الخرطوم. المعارك لكن محتدمة ودائرة، وقبل قليل كان هنالك قصف من الآن قصف من قاعدة سيدنا العسكرية، صاروخ اتجه ناحية الجنوب الجغرافي، ومنطقة دار سيدنا العسكرية تقع من هذا الاتجاه وهي خلف هذه المباني تحديدا شمال مدينة أم درمان، والصاروخ توجه ناحية الاتجاه الجنوبي ربما يزغط في أحياء أم درمان القديمة، أو ربما يكون صاروخ طويل المدى ويزغط في مناطق جنوب الخرطوم. هذا هو الوضع الميداني حتى الآن في العاصمة الخرطوم تحديدا. فيما أيضا قصف آخر، أنا غريب جدا من مناطق القصف في شيماء، هذه المنطقة غريبة جدا التي تطلق من هذه الصواريخ، لا تبعد عن حوالي كيلو ونصف من الموقع الذي أتحدث منه الآن. لماذا دائما عثمان تتجدد الاشتباكات بالحديث عن أم درمان القديمة؟ ما طبيعة الاشتباكات فيها وطبيعة الأسلحة المستخدمة أيضا؟ جيد جدا شيماء. طبعا المعارك في العاصمه كلها بمدنها الثلاثه، الخرطوم والخرطوم بحري وام درمان، اكثر منطقه تشهد اشتباكات وخصوصا الاحياء السكنيه هي منطقه ام درمان، تحديدا في مناطق ام درمان القديمه وايضا في مربعات الفتحاب التي تقع جنوب غرب ام درمان، وايضا في منطقه حرات ام بده التي تقع في غرب ام درمان، وايضا في غرب الحرات هي منطقه الثوره. المعارك مشتعله جدا. بالنسبه للتواجد الكثيف جدا لقوات الدعم السريع المحلول التي حولت الاحياء السكنيه الى سكنات عسكريه، قوات الدعم السريع قامت بطرد وقصب المواطنين من الخروج قسرا من بيوتهم، واصبحت هذه البيوت امداد لقوات الدعم السريع، مخازن للسلاح ومخازن للاغذيه ومخازن للوقود. لذلك المعارك مشتعله جدا وضاريه في ام درمان، سواء كانت درمان القديمه او في منطقه ام بدة او في منطقه الفتحاب او بالقرب من سلاح المهندسين. المنطقه التي ليس بها اشتباكات على الارض هي منطقه شمال ام درمان، لكن هنالك قصف متبادل ما بين الجيش والدعم السريع، الدعم السريع يخطف نعم. من شمال ونحن في هذه اللحظات عثمان نتابع هذه اللقطات المباشرة من العاصمة الخرطوم وتصاعد لأعمدة الدخان فيما يدل لتواصل هذه الاشتباكات بل وحدتها في هذه الأثناء. أريد أن أعرف منك عثمان، في ظل يعني حدة هذه الاشتباكات، كيف تبدو طبيعة الحياة، المواصلات، الوضع الصحي والتعايش الطبيعي لسكان هذه المناطق؟ دعيني ما ابتدي لك من الواقع الصحي. الان هنالك يعني بدات تظهر كوليرا في العاصمه الخرطوم حسب بيان وزاره الصحه السودانيه اصدرته امس. 38 قصف مدفع الان 38 حاله اشتباه بمرض الكوليرا، توفى منهم حتى الان عدد 6 اشخاص، وايضا في ولايه القضارف 274 حاله اشتباه توفى منهم 19 و19 حاله ايجابيه. مرض الكوليرا بدا يعني ينتشر في ولايه القضارف تحديدا،
وايضا بدا يظهر في الخرطوم، في العاصمه الخرطوم تحديدا حالات ال 38 حاله اشتباه وست وفيات في منطقه الحيوسي، في منطقه الحيوسي تقع في محليه شرق النيل، اي تقع شرق ميرا نهر النيل. الوضع كارثي جدا من الناحيه الصحيه، عدد من المستشفيات كبير جدا، 100 مستشفى خرج من الخدمه خصوصا في العاصمه الخرطوم. المستشفيات اللي تعمل هي في المنطقه التي تقع شمال ام درمان، مستشفى النوت تحديدا من منطقه الثوره، ومستشفى السلولاب، ومستشفى جزيره الاسلان شمال ام درمان. هذا هو الواقع الصحي. حتى المستشفيات اللي تعمل تعاني بصوره كبيره من عدم وجود الكادر، عدد كبير من الكوادر الطبيه اما ذهب الى ولايات اخرى مثل ولايه نهر النيل، الولايه الشماليه، ولايه الجزيره، ولايه سنار، ولايه كسلا وغيرها من الولايات، وكذلك الكوادر هذه ايضا ذهبت الى خارج السودان خوفا من المعارك الدائره في العاصمه الخرطوم. ايضا الوقود منعدم تماما في العاصمه الخرطوم ويباع بالسوق الاسود، لذلك عدد من المولدات في المستشفيات ربما تعاني في الحصول على الوقود، او هنالك وقود شحيح جدا يتم استخدامه، استغلال المولدات عندما تقطع الكهرباء، ايضا الكهرباء تنقطع بصوره يعني شبه يوميه من عدد كبير من الاحياء السكنيه، ايضا من المستشفيات العامله في شمال ام درمان. المواصلات شبه منعدمه، المواصلات الان تعمل عربات توك توك، اي ركشة نسميها ركشة، وهي توك توك من يعني عربه من ثلاثه اطارات، عربه صغيره تحمل ثلاثه اشخاص، هي التي تبرت اكثر انتشارا واكثر كثافه في العمل. وحتى انا شاهدت عربات بدائيه تعمل يعني في نقل بضائع المواطنين او ترحيلهم، عربات يجروها الدواب، هي عربه مشهوره موجوده في السودان. نسبه لانعدام الحافلات الكبيره، نسبه لانعدام الجازولين وانعدام البنزين، لذلك حركه المواطنين، حتى هنالك حظر التجوال فرضه المواطن على نفسه. المواطن من قبل المغرب، اي من قبل صلاه المغرب بقليل، اي قبل مغيب الشمس بقليل، المواطنين يذهبون الى بيوتهم من الاسواق ومن الشوارع الرئيسيه نسبه لانعدام المواصلات. هناك من يذهب راجلا وياتي راجلا. الوضع يعني من ناحيه الممرات الانسانيه وعدم توفر الوقود والجانب الصحي شيء ما مغلق جدا بالنسبه للمواطن. بالطبع المواطنين او المواطنون السودانيون يتحدثون على مواقع التواصل الاجتماعي حول الوضع الصحي، انتشار حمى الضنك والكوليرا وعدد من الأمراض المعدية، هذا يستدعي اليقظة والتعاون فيما بينهم، هذا ما تحدثوا عنه في مواقع التواصل الاجتماعي. ما المنتظر إذن؟ ما هي الخطوات التي ربما ينتظرها هؤلاء من بعضهم البعض، وكذلك ربما مساعدات من الخارج أو حتى الداخل السوداني؟ نعم شيماء، وزارة الصحة في بيانها طلبت من المجتمع الخارجي أن يتدخل، خاصة اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية أن يدخلوا إلى مساعدتها، خاصة في حمى الضنك التي توفى ست أشخاص توفوا في ولاية القضارف الشرقية السودان، توفوا بسبب حمى الضنك وهي الآن منتشرة أيضا في ولاية القضارف. وكذلك هنالك يعني 79 على حسب مصدر طبي 79 ألف حالة ملاريا في ولايات دارفور، هذا أيضا وضع مغلق جدا. ملاريا، الملاريا يعني بدأت تنتشر لأنه هنالك كان خريف، بدأ الخريف ينتهي لكن المياه الراكدة ليس هنالك عملية تصريف بالنسبة لانعدام الخدمات، المياه الراكدة اختلطت بالقمامة واختلطت بالجثث الموجودة مما شكل واقع بيئي خطير جدا، انتشرت الملاريات وانتشرت الكوليرا وانتشرت حمى الضنك في ولاية القضارف بالنسبة للوضع البيئي المتدهور. أيضا هناك شكاوي من تراكم النفايات في ولاية الجزيرة، شكاوي كبيرة جدا تابعتها، وحتى هنالك يعني بعض الزملاء من الصحفيين في ولايه الجزيره ابلغونا ان هنالك يعني وضع صحي يعني قد اقول يعني شبه كارثي نسبه لتراكم النفايات في ولايه الجزيره. هذا الامر يحتاج الى تدخل من السلطات السودانيه وكذلك من المجتمع الدولي ان يتدخل لانقاذ الوضع الصحي في السودان. عثمان، انت قريب جدا من موقع اطلاق عدد من القذائف، لو تحدثني عن طبيعه المكان الذي تقف أنت فيه، وإذا سمحت ابقى سالما، يعني أريد أن أعرف أيضا طبيعة سلاح الجو الجيش السوداني في هذه اللحظات، كيف يتم التعامل مع كل مجريات وتطورات الأمور ميدانيا؟ نعم طبعا شيماء، هذه هي المنطقة، هذه المنطقة خلفها تماما منطقة وادي سيدنا العسكري، هي أكبر منطقة عسكرية في السودان، بها القاعدة الجوية وبها حتى هذه أصوات المدافع هي موجودة بالقرب خلف هذه المباني تحديدا، هي منطقة غريبة جدا. حتى المنطقة التي أسكن بها سقطت بها غزيفة في منزل خالي من السكان، واليوم الدعم السريع من شمال بحري على حسب شاهد عيان أبلغني أسقط عدد من الغزائف سقطت في موقف
للمواصلات للولايات، بلغنا انه هناك عدد من الوفيات، ولكن انا اجري عمليات تقصي واتحري اكثر حتى اتاكد من عدد الوفيات التي حدثت في موقف الحافلات السفريه الى ولايه نهر النيل او الى الولايه الشماليه. هذه المنطقه الاحياء القريبه لمنطقه وادي سيدنا العسكريه تضررت كثيرا من غصب. نعم عثمان، صحبتك السلامة. على أي حال زميلي عثمان الجندي مراسل القاهرة الإخبارية من أم درمان، شكرا جزيلا لك.